كل نفس ذائقة الموت، هذه قاعدة نعرفها جميعا أيها الإخوة الكرام. الموت كتب على الكل، سواء كان مؤمن كافر، ضع قوي غني فقير، استوى الله تعالى سوى الناس في هذه القضية، أن الكل سيفنى، كل نفس ذائقة الموت. لها دار خير من دارها، وأهل خير من أهلها، وقيها عذاب، وقيها عذاب القبر، ارزق لها جنة الفردوس يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا حلت عندك ضيف، وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، فاللهم عاملها برحمتك وبفضلك وبوسع رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يعني أكثر من مناسبة أليمة، هذه ماشي مناسبة، هذا إنسان جاي ودع أعز ما خلق مع الله هي الجوجة ديالو. أنا مودع خليته مليوحة ورجع فعلي. إنسان يقول أعوذ بالله من الشر، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني أنا فقدت الجوجة ديالي، والرجل ميت يفقد الجوجة ديالو، هو عنده واحد لاج أفونسي، يعني يطلب الله سبحانه وتعالى باش يوصلو تونسويت يتباعها وصافي. وتنشكر الاخوان كلهم اللي تدي براسه وجاو معايا، الله يجازيهم بخير. وخذ الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ. فتعزينا الحارة إلى العائلة الكبيرة والصغيرة ديال الحاج غاندي، في الحقيقة أنا كنعتبرهم من العائلة ديالي ومن الأسرة ديالي، لأن المرحومة بإذن الله كانت طيبة، كانت امرأة يعني من يعني كأم كأخت، يعني كنا كنعيشوا معها لحظات، ولكن تفاجئنا بالموت، لأن كل نفس ذائقة الموت. بالفعل حنا تأثرنا كثير، ونتمنى من الله أنها تكون يعني من المبشرين بالجنة إن شاء الله، والله الله يجعل الخبر ديالها روض من رياض الجنة. هادشي اللي كنتمنى ليها، والله يصبر الأهل ديالها وداويها كاملين، والأبناء ديالها والزوج ديالها، الله يرحمها في هذا النار.